السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا يا جماعة، والله بجد تخيلوا صفحة طارق السيد كمان عليها كمية بلاغات عشان أنا بطلع عليها. شفتوا كده في الدنيا؟ شفتوا نادي في الدنيا أو جماهير في الدنيا بتحارب شخص؟ أنا حاربوني في صفحتي وبيحاربوني في الصفحة دي كمان. بس أنا أحب أشكر كل جماهير نادي الزمالك العظيم اللي جزمت كل واحد على دماغي من فوق، والله كل واحد جزمته على دماغي من فوق، على دعمهم ليا في صفحة طارق السيد اللي هم عايزين يقفلوها بكمية البلاغات الرهيبة. هو انتوا ما بيكفكوش يا جماعة كل حاجة؟ ما انتوا واخدين الاتحاد الافريقي معاكم، والاتحاد المصري معاكم، ولجنة الحكام معاكم، ولجنة المسابقات معاكم، والاعلام معاكم، والمعلقين معاكم، كمان عايزين الصفحه على فيسبوك كمان معاكم، عايزين كل حاجه. ده انتوا النادي الوحيد اللي على مستوى العالم بيتعمل له كل حاجه عشان يكسب بطولات، بيكسب كل البطولات. ما فيش نادي في العالم بيكسب كل البطولات غير احنا بس في مصر. موفر له ماديات، ميزانيه مفتوحه، موفر له اعلان موجه في حته ثانيه، موفر له لعيبه يشتريها باي ثمن من غير ما حد يراجعهم. فانتوا كمان عايزين تقفلوا الصفحه؟ مش تعرفوا، والله ما تعرفوا، متوثقه ومعانا جماهير محترمه بتدعمنا، فانسوا الكلام ده. لا، وكمان عايزين ابارك لهم. ابارك لكم على ايه؟ ابارك لكم على لما حد يجي يبارك لكم من جماهير نادي الزمالك بعد المكسب مباشره، تقعدوا تقولوا يا حصاله وتقعدوا تنتقدوه كلهم، تنتقدوا كل جماهير نادي الزمالك، يقول لك بيلعب النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، لازم كلنا نشجعه. وبعد الماتش يقول لك يا حصاله عمر ما دعمتكم ولا دعمكم ولا هيحصل، عشان اعرفكم كويس، ما تحبوش غير نفسكم. طيب، مبروك لاتحاد الكوره مش ليكم، مبروك للجنه الحكام. لما كان لعيب بيطرد ياخد 4 ماتشات يرجع يلعب تاني عادي، لما لعيب يتضرب بيضرب بالقلم ولكن محدش شاف حاجه. مبروك لجنه الحكام، مبروك لجنه المسابقات، مسابقه متفصله 8 ماتشات 9 ماتشات. تخيلوا يا جماعه الدوري الوحيد لسه الدوري الاولاني ما خلصش بتاعه، في نادي في الدوري بتاعنا النادي الاهلي يعني ما لعبش فرقه اسمها حرس الحدود، ما سافرش قبل كده ولا دور اول ولا دور ثاني، والدوري في انديه العالم كلها خلصت الا احنا. ببارك للجنه المسابقات، ببارك للاعلام المصري اللي فعلا داعم كبير ليكم، ببارك لكل معلقين الدوري المصري على دعمهم ليكم، ما بشوفش ولا سلبيه ليكم زي ما يكونوا انتوا بدون اخطاء يعني. فببارك للناس دي مش ببارك لكم انتوا، فعلا ببارك لهم هم مش ببارك لكم انتوا. اخبار نادي الزمالك الاهم، اهم من الكلام ده كله. بس في حاجه صغيره كده اهم من برضو، يعني مصر، مصر دوله كبيره ودوله عظيمه. يا ريت يعني زي ما بتدعموا النادي ده من كل حاجه وميزانيه مفتوحه تدعموا منتخب مصر. مش عاملين تعملوا منتخب 2006 يخسر، تشيلوا المنتخب، تشيلوا الجهاز الفني ما يتحاسبش، وتجيلي بطل كوره وتلغوا المسابقات. اهدار مال عام، ايوه اهدار مال عام، اهدار مواهب مصريه في سن الشباب بيتجهوا في اتجاه تاني احنا مش عايزينه. تخطيط زيرو، مدربين زيرو. فيا رب الدعم ده كله اللي بيدعموه لنادي معين يروح لاسم مصر، لاسم مصر العظيم، اسم مصر كبير. يا ريت. منتخبات الناشئين كلها فاشله، منتخب اولمبي فاشل، تخطيط فاشل، دعم مادي فاشل، منتخبات مصر ما فيش حد اصلا فيها ولا واحد بيدعمها ولا حد بيدي فلوس، وساعات بيلغوا المعسكرات عشان ما فيش فلوس. يبقى مصر اهم ولا النادي؟ فكروا شويه والنبي يا جماعه بعد اذنكم، بس محتاجين يعني بعد اذنكم يعني الشباب حرام حرام، الشباب ده بيضيع، بتضيع فرص مواهب كتيره جدا في مصر، بتخلصوا عليهم في المسابقات بتاعتهم، يطلع من البطوله هنا مع اختيارات غير موفقه منكم، تدي فلوس مصاريف غير عاديه، تخش في اهدار مال عام واهدار مواهب. يبقى السبب فيكم انتوا، عيب فيكم انتوا، ما بتعرفوش تخططوا، ما فيش هنا خالص. طارق حامد، طارق حامد كل يوم في جديد، وهي دي كره القدم وحلاوتها. يقول لك اللعيب ده ماضى هنا، وفعلا يكون ماضي، يفسخ عقده ويروح نادي تاني. لعيب راح نادي تاني على طول
غير التجاوب على النادي تاني. الماديات بتحكم يعني، سيبك من الانتماءات والعكس ده كله، الماديات اللي بتحكم يعني. طارق حامد من اسبوع لا لا المره دي بقول لك بنسبه 90% طارق حامد في نادي الزمالك. مسؤول كبير جدا بيتواصل معاه وبتوصل مع مجلس الاداره، كان في تاتش كده حصل بينهم، فاتوقع الفتره الجايه اتوقع طارق حامد هيقعد قعده حلوه مع مجلس اداره نادي الزمالك وهيوافق بنسبه 90% رجوع نادي الزمالك، لان رجوعه في الوقت ده مهم جدا ومكسب كبير جدا جدا لينا، وهيمثل قوه كبيره خارج الملعب وداخل الملعب، وما ببالغش والله ما ببالغ فعلا 50% من قوه نادي الزمالك في طارق حامد جوه الملعب وبره الملعب. المسلوسي، هل المسلوسي فعلا هيجدد والراجل عايزه وسير عايزه؟ اه عايزه. طيب وسيري اخباره ايه معاه؟ قال لك ده لعيب خططي عالي قوي، ولعيب بيعمل تكتيك من الدرجه الاولى، لعيب تكتيكي من الدرجه الاولى، فانا محتاج اجدد له، وانا قلت قبل كده هيجدد له وفعلا هيجدد له. طيب محمد عواد بقى، هنا بقى المشكله في محمد عواد. محمد عواد عقده كبير جدا مع نادي الزمالك وناقص له سنه، هل هيجدد بشروط نادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك هيعرضه اعاره ويجدد له بشروطه، ولا هل هيعرضه للبيع بعد ما ان كان مصطفى شوبير متالق الفتره اللي فاتت، كان رايح زد اعاره وقفت الاعاره فهيكمل في نادي الاهلي. هل عواد رايح زد او كوبري من زد للنادي الاهلي؟ لا اتوقع عواد بيحب نادي الزمالك وجميل نادي الزمالك، هيبقى موجود في نادي الزمالك وهيجدد له بشروط مجلس اداره نادي الزمالك، وده الاهم. انا رايي كده، رايي ان عواد لازم يقعد، لان قلت قبل كده في ثلاث حراس بنفوض فيهم حد جاي، في تفاوض من بعض الحراس المرمى جايين، ولازم. فتوقع الفتره الجايه زي ما قلت في انتعاشه ماديه، وحصل يوم الخميس الناس قبضت، في استقرار فني، في استقرار اداري، في استقرار مادي، وده هيرجع الزمالك تاني زي السنتين اللي فاتوا. ما انت يا نجم الفلوس كلها، يعني اديني يا عم الدعم ده كله يا عم، هتلاقي كل البطولات دي عندي انا كمان، ما تاخد الدعم كله، ازاي مش تاخد بطوله يعني؟ اديني يا عم ربع الدعم ده هتلاقي كل البطولات عندي والله العظيم. كل التوفيق لنادي الزمالك ولنادي الزمالك العظيمه، اشوفكم على خير.